مرتاحة بهاي الشغل بالسنتر وحابة تخلص هاي الفيروس مشان ننزل على الشغل مثل الأول ويعني بنشتغل مثل الأول. بحب هذا المكان، اليوم اجيت أزبطه وكان أيامي صعب، في عالم ساعدوني وأنا كمان حابة أساعد الناس، هيك اجتني فكرة. دوبرا سو دوبرا سيف راك. عم بروح على درس الطبخ مشان أسوي طبخ، أسوي كافتش كرافتش، يعني كل الطبخات أسويها مشان أطبخهم وهن ياكلوا، ما بنشتري من برا مشان أطبخهم، وأروح على درس الطبخ مشان أسوي. إلينا يعني بتلعب أنا وياهم نلعب وبعلمها يعني شوية كردي وعربي مشان هي تعلمي شوية، لأنه دايما تحكي إنجليزي ومقدوني.